كانت ساندي ريغان صديقتها لأربعة سنوات، لكن لورين لم تتعرف على جاي ريغان حقا سوى في عامها الثاني في الجامعة. كانت تساعد والدها في إدارة متجره في جاكوسفيل عندما دخلت جاي مع مساعده الجديد ليفتح حسابا لشراء أشياء لمزرعته. في الماضي كان يتعامل مع المتجر المنافس لهم، لكن المتجر أغلق، لذا اضطرت جاي للشراء من متجر والدها، أو سيكون عليه الذهاب لمدينة فيكتوريا ليجد متجرا آخر. كان يعاملها بلطف ولكن ليس على مستوى الصداقة، وهذا لم يكن جديدا، فمنذ بداية صداقتها مع أخته وهو بارد ومتباعد معها. لكن لورين فتنت به منذ أول مرة نظرت فيها لعيونه الزرقاء المظلمة عندما قدمتها ساندي لجاي ونظر لها نظرة طويلة تقييمية فاحصة، ويبدو أنه وجدها لا تستحق اهتمامه لأنه اعتذر مباشرة بعد الترحيب بها واختفى في مكان ما بمزرعته، وحافظ بعد ذلك على مسافة منها كلما ذهبت لزيارة ساندي في المزرعة. لم يجرح عدم اهتمامه لورين، فقد تقبلت هذا على أنه أمر مفروغ منه، فرجل مثل جاي لن يريد أن يشجعها لتظن نفسها صديقة العائلة، فقد كانت تبدو في سروالها الجينز وقميصها العادي في مستوى آخر تماما عنه. كانت جاي مليونيرا وقد تم ربط اسمه مع بعض من أجمل النساء في تكساس، إلا أنها لاحظت أن نظراته تتبعها في المتجر كل أسبوع عندما كان يأتي لشراء المؤن لمزرعته، ولكنه لم يقترب منها. مع مرور الوقت عرفت عنه لورين كل شيء من ساندي وبدأت تقع في حبه، وحتى قبل عامين كان قد أصبح حياتها كلها، لكنه تظاهر أنه لا يرى مشاعرها نحوه، فقد كانت تحمر خجلا عندما تراه وتتخبط وتتلعثم في الكلام عندما يكون قريبا منها، وكان هناك شرارات في الهواء بينهما عندما كان يأتي إلى المتجر. وفي يوم كانت تقف قريبة جدا منه لتحضر شيئا من أعلى الرف، ونظرت فجأة في عينيه واحتبست أنفاسها، لم تتحرك وتسمرت في مكانها، وتحديقه المباشر جعل ركبتيها ضعيفة، وبدأت نبضات قلبها تتزايد. قد تكون بريئة، ولكن حتى المبتدئ يمكن أن يرى نظرة الرغبة التي ظهرت بشكل غير متوقع على وجه جاي، وفي تلك اللحظة بدا وكأنه يراها حقا للمرة الأولى. وصول والدها قطع اللحظة، والتعبير على وجه جاي تحول للإزدراء الذاتي المختلط مع الغضب وشيء أكثر عنفا، وغادر المحل على الفور. لكن أحلام لورين كبرت على تلك النظرة المشتركة بينهما، وزادت زيارات جاي إلى المتجر أكثر، ولاحظت أنه يأتي عادة يوم الأربعاء والسبت، لذا بدأت تهتم بملابسها إلى أقصى درجة في تلك الأيام. كانت تبدو نحيلة وأنيقة عندما تختار النوع الصحيح من الملابس، وجاي لم يكن يمكنه أن يخفي اهتمامه، وعينيه تتابعها في كل مرة، ونما التوتر بينهما بسرعة حتى وصل إلى ذروته في أحد الأيام. كانوا في المخزن معا تبحث له عن نوع معين من العلف عندما تعثرت في حبل ملفوف وأمسك بها جاي بسهولة. انتبهي، غمغم بخشونة، كان من الممكن أن تصيبي رأسك. مع رأسي الصلب لم أكن لأشعر بشيء. ضحكت ونظرت في وجهه. أنا خرقاء الحركة في بعض الأحيان. وتوقفت عن الضحك عندما شاهدت وجهه واقترب منها أكثر فجأة وحاصرها هناك، وكان يمكنها أن تشعر بأنفاسه على وجهها، وأحنى رأسه نحوها وبدا وكأنه على وشك أن يقبلها. ولورين لم تعترض بأي شكل، ونظر في عينيها ثم قبلها برقة. هل تعرفين كم عمري؟ سألها وأنفاسه على فمها بصوت أجش عميق من العاطفة. لا، أنا في 36. غمغم بحزم. وأنت تقتربين من 22. لا يهمني، ردت بلهفة. رفع رأسه بحزم. لا يوجد مستقبل لنا، قال بلا رحمة وهو ينظر لوجهها بثبات. أنت ما زلت بريئة، ولكن أنا تخطيت مرحلة البراءة منذ وقت طويل. حدقت في وجهه دون أن تفهم شيئا، فقد كان قربه منها يؤثر على رأسها. أنت لا تصغين إلي حتى، قال بصوت مبحوح. هل تعرفين كم تبدين جميلة؟ وجذبها نحوه ليقبلها، فارتجف جسدها بتردد وخوف. لا، لا تبتعدي، همس وهو يشعر بتراجعها الغريزي. لو كنت سأعلمك أي شيء فسيكون أن الرغبة ليست لعبة.
هو أمسك رأسها وبدأ يقبلها بعمق جعل ساقيها ترتجف. لم يكن لديها أي سيطرة، ولكن جاي لم يفقد سيطرته على الوضع ورفع فمه ببطء ونظر إلى عينيها المصدومة. كان جسدها يرتجف من الإثارة والمشاعر التي لم تستطع إخفاءها، ولكن لم يظهر أي من مشاعره على وجهه وبدأ باردا وغير متأثر. هل بدأت ترين مدى خطورة الأمر؟ سألها بنعومة غير عادية في صوته العميق. هل كان يمكن أن أستغل الوضع وأحصل عليك؟ فأنت ضعيفة جدا نحوي، أستطيع أن أرى كل شيء تشعرين به، كل ما تريدينه في وجهك، لا يوجد لديك دفاع على الإطلاق. لكن أنت لا تريدني. تلعثمت بشدة، قطب جبينه للحظة، ثم فجأة تلاشت كل المشاعر من وجهه والتوى فمه بسخرية. كنت بحاجة لامرأة، قال بلا رحمة. وأنت كنت موجودة، هذا كل ما هو عليه الأمر. حطمتها كلماته. أوه، فهمت، آمل ذلك. لقد كنت واضحة للغاية في الآونة الأخيرة. لورين، تتسكعين في المزرعة بانتظاري وترتدين ثيابا جميلة عندما آتي إلى المتجر لإغرائي، ولكن أنا لا أريد اهتمامك الصبياني. أنا آسف لأنني سأكون صريحا جدا معك، ولكن أنت لست من نوع النساء التي تجذبني. لديك جسد وشخصية مراهقة. احمر وجهها تماما. هل كانت تصرفاتها واضحة جدا هكذا؟ وابتعدت عنه بسرعة وهي تشعر بالمذلة، وتصلب فكه وهو يرى الألم يرتسم على ملامحها، لكنه لم يغير موقفه. لا تأخذي الأمر بصعوبة، قال باغتضاب. عليك أن تتعلمي أن ترضي بما يمكنك الحصول عليه في الحياة. سأرسل بيلي ليحضر الأغراض من الآن فصاعدا، وستجدين بعض الأعذار لكي لا تأتي إلى مزرعتي لرؤية ساندي بعد الآن. حسنا. تمكنت من الإيماء برأسها موافقة بابتسامة مزيفة والدموع تهدد بالانسياب من عينيها. وعندما التفتت جاي وهو عند الباب لينظر إلى وجهها، رأت تعبيرا كالألم يظهر على وجهه للحظة، لكنها فكرت في وقت لاحق أن السبب هو ضوء الشمس المنعكس في تلك العيون الزرقاء الباردة. لقد صدهت جاي بقسوة، ولكن إذا لم يكن يبادلها مشاعرها ربما كان ذلك أفضل على المدى الطويل. ومنذ ذلك الحين كان يرسل مساعده لشراء اللوازم ولم تطأ قدماه المتجر مرة أخرى. كانت لورين تراه أحيانا في شوارع جاكوسفيل كونها بلدة صغيرة بحيث كان من المستحيل تجنب الناس إلى الأبد، لكنها لم تنظر إليه أو تتحدث معه. ودخل إلى المطعم لتناول الغداء حيث كانت جالسة بالصدفة، فنهضت وتركت قهوتها مكانها دون أن تلمسها، ثم رأته مرة يراقبها من الجانب الآخر من الشارع ووجهه عابس، لكنه لم يقترب منها، وإذا كان قد اقترب كانت ستفر هاربة، وربما كان يعلم هذا، فهو حطم قلبها وكبرياءها. كانت ساندي قد دعتها لزيارة المزرعة مرة أخرى وكانت توافق على الذهاب حتى لا تشك ساندي، ولكنها كانت تتأكد أولا من أن جاي خارج المدينة أو على الأقل بعيدا عن المزرعة. ولاحظت ساندي تصرفاتها في النهاية وأكدت لها أن جاي موافق على حضورها، ولكن لورين لم تناقش الأمر معها. لم ترى جاي بعدها سوى مصادفة عندما خرجت مع ساندي لنادي القرية للرقص والاحتفال بعيد ميلادها 22، وساندي لم تخبرها أن شقيقها كان يخطط للذهاب هو أيضا، ولم تدرك وجوده حتى كانوا في منتصف الرقصة المشتركة. ووجدت لورين نفسها تنتقل من شريك إلى آخر حتى أصبحت وجها لوجه مع جاي. وفاجأته وفاجأت كل شخص آخر بالسير وترك قاعة الرقص. وانتشرت الإشاعات في جاكوسفيل بعد ذلك، لأنها كانت المرة الأولى التي تتجاهل فيها امرأة جاي ريغان علنا. وجد والدها الأمر غريبا ومسليا، وشعرت ساندي باليأس من موقفهما، ولكنها كانت آخر مرة تحاول فيها أن تلعب دور كيوبيد. كان هناك حدث اجتماعي واحد لم تخطط لورين لحضوره، لأن جاي سيكون بالتأكيد هناك، فقد كان والدها منضما إلى نادي الرماية وكانت جاي هو رئيس النادي. كانت لورين قد توقفت عن الذهاب مع والدها إلى النادي منذ فترة طويلة، ولكن عندما جاء موعد الحفل السنوي أصر والدها على أن تحضر،
وكانت ساندي قد أخبرتها بحيرة أن جاي يشتعل غضبا في كل مرة تذكر فيها اسمها منذ ذلك الحفل الراقص في النادي، لكن لورين لم تخبر صديقتها بأي شيء. ارتدت ثوبا فضيا أنيقا بفتحة واسعة مع حذاء عالي، وكان شعرها الأسود ينسدل حتى خصرها في ذلك الوقت ملتفا حول وجهها البيضاوي. وعندما وصلوا أخيرا إلى نادي الرماية كانت تبدو مذهلة، والتف حولها الرجال ليطلبوا منها الرقص معهم، ولاحظت أن جاي لم يرقص مع أحد. كان يرتدي حلة سهرة أنيقة مع قميص أبيض وأزرار ماسية ذهبية، وأمضى وقته يتحدث مع الرجال الآخرين ويحدق نحوها بعبوس. بدا غاضبا من حضورها وغير مبال بمحاولات النساء لجذب انتباهه، ثم تحركت جاي نحوها، وفجأة ودون أن يطلب موافقتها سحبها بين ذراعيه لحلبة الرقص، ونبض قلبها بعنف وهو يدور بها حول الحلبة، وذاقت عينيه الزرقاء عليها بغضب وهو يقودها إلى الباب الجانبي ليخرج بها إلى الحديقة المظلمة. لماذا أتيت الليلة؟ سألها باغتضاب وعيونه تلمع بشدة وهو يحدق في وجهها بثبات. ليس بسببك، ردت بسرعة وهي على استعداد لإخباره أنها لم ترغب في الحضور، لكن والدها أصر على ذهابها معه. حقا؟ تساءلت جاي ونظراته الباردة تمر عليها. أنت ترغبين بي؟ عينيك تخبرني بذلك في كل مرة تنظرين فيها إلى وجهي. يمكنك أن تتجاهليني أو ترفضين التحدث معي في الشارع، ولكنك تخدعين نفسك فقط إذا كنت تعتقدين أن مشاعرك لا تظهر. فليكن بعلمك إنها تفضحك جيدا. لمعت عينيها بغضب. إنك مغرور جدا وتافه. ليس غرورا وليس التفاهة. أظلمت عيناه وجذبها نحوه بقوة، وعلى الرغم من نفيها كلامه إلا أنها لم تقاومه على الإطلاق، وتسارعت أنفاسها قليلا بينما كان يقبلها بعمق، وبدأ وكأنه قد فقد السيطرة على مشاعره وهو يضمها إليه أكثر. وعندما تمكن أخيرا من التوقف كانت أنفاسه متسارعة مثلها. هل أنا الأول؟ سألها تقريبا. نعم. لم تستطع الكذب عليه، كانت ضعيفة جدا، واشتدت ذراعيه حولها للحظة ولعن من بين أنفاسه بشراسة. هذا خطأ، إنك صغيرة جدا. دفنت وجهها في رقبته. أنا أحبك، همست برقة. أنا أحبك أكثر من حياتي يا جين، كفي عن هذا. دفعها بعيدا، وكانت نظرات عينيه مخيفة وخطيرة ووجهه خال من أي عاطفة، وتراجع بعيدا عنها. أنا لا أريد حبك، نظرت في وجهه بأسى وعينيها الزرقاوتين رقيقة وضعيفة، وشعرت بقلبها يتحطم، وتصلب وجهه حتى بدأ وكأنه قناع بارد. ابقي بعيدا عني يا لورين، قال بخشونة. ليس لدي شيء أمنحه لك. أنت لن تصدقني، ولكنني أتيت الليلة فقط لأن والدي أصر على حضوري، ردت بخفوت فيما بدا غاضبا بعنف. لا تبني أي أحلام على ما حدث للتو، كان هذا مجرد رغبة، قال بصراحة. هذا كل شيء مجرد حاجة جسدية، أنا لن أتزوج أبدا، ولا توجد كلمة حب في قاموسي. لأنك لا تسمح لنفسك بأن تشعر بأي شيء. ابتعدي عني يا لورين، رد ببرود، وشعرت بالبرد فجأة من النبرة الجليدية في صوته. لا تخدعي نفسك، ليس هناك أي رومانسية فيما حدث، قال بوحشية. أنت مجرد طفلة وجسدك النحيل لا يغريني أبدا، والآن أخرجي من حياتي وابقي بعيدا. صاح بحدة وسار باتجاه آخر وتركها واقفة هناك. لم تستطع لورين العودة إلى الداخل، فقد كان قلبها يتمزق من الألم، وذهبت إلى سيارة والدها وجلست هناك حتى خرج والدها ليسألها ماذا بها. أخبرته أنها تعاني من الصداع وتعرف أنه لم يصدقها، فقد رآها تخرج مع جاي، وكان يعلم من النظرة على وجهها أنها تتألم، لذا أخذها إلى المنزل دون أن يضغط عليها أكثر. لم تذهب لورين أبدا بعد ذلك إلى النادي، ولم تقبل دعوة ساندي للذهاب إلى المزرعة وركوب الخيل. وفي المناسبات النادرة عندما كان يأتي جاي إلى المتجر كانت تبتعد عن طريقه دون حتى أن تنظر في عينيه، كانت تشعر بالخجل من ضعفها نحوه.
في نهاية المطاف وضعت ذكرياتها مع جاي في مكان منفصل في عقلها، وتظاهرت أن شيئا لم يحدث أبدا. ثم أصيب والدها بنوبة قلبية وترك للورين إدارة المتجر، لكنها لم تستطع السيطرة على الوضع. كان هذا عندما اضطر والدها لعرض المتجر للبيع، ودخل باري إلى حياتها بعد شرائه للمتجر، ويبدو أنه أعجب بلورين لأنه أصبح لا يفارقهم وجعل من نفسه لا غنى عنه. أي شيء يحتاجونه يحضره على الرغم من احتياجاتها كلها. كان دائما حولها يوفر لها الراحة بعد أن كانت تشعر بالحزن لمرض والدها وتحتاج لشخص بجانبها. كانت تصرفات جاي قد قتلت شيئا ما بداخلها، واهتمام باري كان مهدئا لجراحها. وعرفت جاي الذي كان يزور والدها أن ابن عمه باري يرى لورين. كان لطيفا تقريبا عندما يتكلم معها، ولكن لورين كانت قد تعلمت درسا جيدا وأصبحت مهذبة ومتباعدة معه. كان الأمر وكأنهما غرباء، وعندما حاول الاقتراب منها في أحد الممرات تراجعت بعيدا بسرعة فتصلب في مكانه. بعد ذلك أصبح عنيفا معها في الوقت الذي كانت بحاجة ماسة فيه للحنان. بدأ يتهكم عليها وعلى وجود باري في حياتها بعيدا عن سمع والدها، وأخذ يسخر منها لمحاولتها إغواء ابن عمه الثري ليعتني بها. كان الجميع يعرف أن المتجر أفلس بسبب مرض والدها وفواتيره العلاجية المتزايدة، ولخوفها من تهكمه لم تتجرأ على أن تسأل جاي المساعدة. ومن المفارقات أن موقفه الساخر منها دفعها أكثر نحو باري، والذي تولى تسديد الديون وأخذ الحمل من على كتفي لورين. ليلة مات والدها، كان باري هو من تولى المسؤولية عن كل شيء ودفع كل النفقات، بينما كانت لورين مرتجفة وضعيفة من الصدمة والحزن. وعندما حضرت جاي لتقديم العزاء، لم يسمح باري لأحد بالاقتراب منها، وغادرت جاي في مزاج غاضب. وأقنع باري لورين أن ابن عمه لم يرغب في التحدث إليها على أي حال. وفي اليوم نفسه عرض عليها باري الزواج، وغادرت جاي في رحلة عمل إلى أوروبا بعد أن رفض دعوة باري ليكون الإشبين في حفل الزفاف. كان التعبير الذي ظهر على وجه جاي عندما أعلن باري خبر زواجه لا يوصف، ونظر للورين بعيون مظلمة مخيفة لدرجة أنها ارتعدت وتركتهم بدون كلمة واحدة وسافر في اليوم نفسه. كان ذلك التأكيد الذي كانت لورين بحاجة إليه، وهو أن جاي لا يهتم بما تفعله بحياتها طالما أنها ستبتعد عنه. كانت قد وافقت على الزواج من باري لأنه لا فارق لديها في الزواج من أي شخص، فطالما لا يمكنها أن تحصل على الرجل الذي تحبه لن يكون هناك فارق. ولكنها كانت ساذجة حول مطالب الزواج، وخاصة الزواج من رجل كباري الذي كان يرتدي قناعا مزيفا من التحضر. وعاشت لورين في العذاب بعد زواجها، ولم ترى شيئا من حنان باري المزعوم، وكانت غير قادرة على إرضائه بأية وسيلة طبيعية في السرير، وأصبح يؤذيها بقسوة ودمر ثقتها بنفسها واحترامها لذاتها، وأصبحت تحركاتها خرقاء. لقد سحق روحها تماما. أما جاي فلم يزرهم، ودعوات ساندي لهما تجاهلها باري الذي كان يريد أن يدمر صداقتهما، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. لكن جاي انتقل لفيكتوريا على أي حال، وأخذ ساندي معه وترك منزلهم تحت إدارة رجل يدعى إيميت ديبريل. كان باري يعلم شعورها نحو جاي، وأصبح هذا في النهاية سلاحه المفضل لإيلام لورين وتهكمه على حبها لرجل لا يريدها. كان قد مر على زواجهما عام فقط عندما قبل جاي أخيرا دعوة باري لزيارتهم في جاكوسفيل. بحلول ذلك الوقت كانت لورين قد أصبحت أكثر خوفا من باري، كان عاجزا وجعل العلاقة الجسدية مثيرة للإشمئزاز، وعندما يشرب يصبح أكثر وحشية ويلومها على عجزه. حاولت أن تتركه عدة مرات، ولكن الرجل رجل في مثل ثروته، كان لديه طرقه الخاصة للعثور عليها والتعامل معها ومع كل من يحاول مساعدتها، حتى أنها تخلت عن محاولاتها خوفا من أن تسبب في مأساة. وعندما تحول إلى نساء أخريات شعرت بالراحة لأنه تركها وحدها أخيرا، على الرغم من أنها تتساءل عما إذا كان عاجزا مع عشيقته أيضا. ولكنه عاد لتعذيبها مرة أخرى بعد أن التقى بجاي في أحد المؤتمرات ودعاه لزيارتهم في جاكوسفيل.
وراقبها جاي خلال تلك الزيارة القصيرة، وكأن هناك شيء يحيره. كانت متوترة ومرتبكة بخوف، وتقفز بسرعة كلما طلب منها باري إحضار شيء له. انظر، قال باري وهو يضحك، أليست ربة منزل مثالية؟ هذه فتاتي، أقصد كلبتي المطيعة. لكن جاي لم يضحك وهو يرى التعبير اليائس على وجهها والنحافة التي أصبح عليها جسدها، ولاحظ أيضا كمية زجاجات الخمور في المنزل. وبما أن الجميع كان يعلم أن المنزل ملك تينا التي تكره الخمور، إذن فباري هو المسؤول عن وجود كل تلك الكمية. أوه، لا يضر شرب القليل من الكحول، ولورين تحب تناول الشراب، أليس كذلك يا عزيزتي؟ أبقت لورين عينيها منخفضة. بالطبع، كذبت بهدوء، فباري كان قد حذرها حول ما يمكن أن يحدث إذا لم توافق على أي شيء يقوله، وكان أكثر وضوحا بشأن العواقب إذا نظرت طويلا نحو جاي، كان قد دعاه ليعذبها. هل تريد تناول بعض الشراب يا جاي؟ لا، رفضت جاي عرضه وغادر سريعا ولم يأتي أبدا مرة أخرى لزيارتهم. كان باري يلتقي به في فيكتوريا ويستمتع بإخبار لورين كم أن جاي يشعر بالأسف من أجله لزواجه منها. كانت تعلم أن باري يخبره بالأكاذيب عنها، لكنها كانت خائفة جدا من أن تسأله ماذا كان يقول له بالضبط. كانت حياتها قد أصبحت بلا معنى تقريبا، ولم يساعد أن حركاتها أصبحت خرقاء أكثر. كانت تتعثر في السجاد ودرجات السلم وأي شيء، وزاد باري الأمر سوءا باستمراره في السخرية منها وانتقادها. كانت قد كفت عن الاهتمام، فاحترامها لذاتها كان منخفضا بحيث لم تعد مهتمة بالدفاع عن نفسها. كان قد ذكر لها مرة في الماضي كيف أن والدته تينا كانت تسيطر عليه طوال حياته، وربما نبعت شخصيته المعقدة من ضعفه وهيمنتها عليه وافتقاره لوجود الأب، وأصبح إدمانه على الشراب أسوأ، وكان يعذب لورين في السرير وخارجه، ولم يعد سريا في علاقاته حتى اليوم الذي وصلت فيه بطاقة من ساندي لتهنئة لورين بعيد ميلادها، أي قبل يوم من الحادث المأساوي الذي قتل فيه باري. كان توقيع جاي على البطاقة قد صدم لورين، وأصيب باري بالجنون عندما رآه وثمل بشدة، وفي تلك الليلة ضربها وحاصرها على الأريكة وهو يمسك بسكين يهدد بذبحها، حتى أعادت ضجة مفاجئة لورين إلى الحاضر وهي ترتجف من الذكرى، وركزت عينيها على المكتب حيث يجلس المحامي، وأدركت أنه كان قد انتهى تقريبا من قراءة الوصية. هذا كل شيء، لقد ترك باري كل ثروته لوالدته باستثناء فرسه الأصيلة، تركها لابن عمه جاي ريغان، هو 100,000 دولار للسيدة لورين توضع تحت إدارة جاي ريغان حتى وصولها إلى سن 25. هل هناك أي أسئلة؟ كانت جاي مقطب الجبين وهو ينظر للورين، ولكنه لم يرى أي مفاجأة أو صدمة على وجهها، كان هناك فقط هدوء مخيف. ووقفت تينا على قدميها ونظرت للورين ببرود. سأعطيك حتى الصباح للخروج من المنزل فقط لوقف الإشاعات، لكنني ألومك على ما حدث لابني وسأفعل دائما. والتفتت وغادرت الغرفة. لم ترد لورين وظلت تحدق في يديها، لم تستطع النظر لجاي، كانت بلا مأوى، وجاي يسيطر على المال، وكان يمكنها أن تتخيل أنه سيكون عليها أن تشتو على ركبتيها أمامه للحصول على زوج جديد من الجوارب، عليها الحصول على عمل سريعا. كان يمكن أن تنتظر عدة أيام. تمتمت ساندي لجاي عندما كانوا في الخارج مرة أخرى، لماذا فعل ذلك؟ سألها جاي بدهشة عندما أصبحوا خارج المنزل. كان يملك الملايين ولم يترك لها شيء حتى تصبح في 25، وحتى حينها سيكون عليها أن تطلب المال مني. حدقت ساندي في وجهه بدهشة لأنه قلق على لورين. لقد كانت تعلم أن باري لن يترك لها شيئا، وأخبرتني أنها لا تهتم. يا إلهي، بالتأكيد يجب أن تهتم، ينبغي أن يتحدث شخص ما معها، يمكنها الطعن في الوصية. أشك في أنها ستفعل، المال لم يكن واحدا من أولوياتها، أولا تعلم ذلك؟ لم يرد جاي وذاقت عيناه بتفكير. إنها تبدو غريبة، هل لاحظت ذلك؟ سألته ساندي بقلق. غريبة حقا،
آمل أنها لن تفعل أي شيء أحمق. دعينا نذهب، قالت جاي وهو يجلس خلف عجلة القيادة. أريد أن أتحدث إلى المحامي قبل أن نذهب للمنزل. عبست ساندي ونظرت إليه بقلق، ولكنها لم تكن قلقة حول مشاكل لورين المالية. كانت تشعر بالقلق من حوادث لورين الخرقاء منذ تزوجت من باري. لقد أخبرتها أنها تحب القفز بالمظلات، خصوصا عندما تكون مستاءة. وقد سمعت ساندي عن الحوادث الغريبة التي كانت تتعرض لها لورين في بداية زواجها. لم يكن يعرف جاي شيئا عن تلك الحوادث، فهو كان يترك المكان في كل مرة تذكر فيها اسم لورين، تقريبا كما لو أنه كان يتألم لمجرد الحديث عنها. والشيء الأكثر غرابة كان التعبير الذي رأته على وجهه وهو يضم لورين إليه. كان تعبيرا من العذاب وليس الكراهية. وفكرت أنها لن تفهم شقيقها أبدا. ردة فعله العنيفة على لورين تختلف تماما عن الحنان الذي رأته منه. ربما يهتم بالفعل دون أن يدرك ذلك. كانت ساندي قد أصرت على البقاء مع لورين ليلا، وعرضت عليها أيضا أن تأتي معها إلى المزرعة حتى تجد مكانا تعيش به، لكن لورين رفضت لأنها لا تريد رؤية جاي. وفي صباح اليوم التالي، وبعد أن أمضت لورين ليلة بلا نوم وهي تلوم نفسها وتتذكر اتهام جاي لها في اليوم السابق، نحن عدنا للاستقرار هنا كما تعلمين، يمكنك أن تبقي معي ونذهب لركوب الخيل كما كنا نفعل في الماضي، سأرتب الأمر مع جاي. حاولت ساندي إقناعها، أمكث معك وأعطي الفرصة لجاي ليصيبني بانهيار عصبي؟ ضحكت بلا مرح. لا شكرا، إنه يكرهني، لم أكن أدرك هذا حتى يوم أمس. إنه يتمنى لو كنت أنا بدلا من باري الذي مات. إنه يعتقد أنني قاتلة. عانقتها ساندي بقوة. أخي أحمق، إنه أحمق، قالت بغضب. لكنه ليس قاسيا كما يبدو عليه. عندما تتعرفين عليه حقا ستتأكدين أنه ليس كذلك. أنا لم أرى منه غير القسوة، أجابت لورين وهي تبتعد عن صديقتها. أخبريه أن يفعل ما يحلو له بالنقود، أنا لست في حاجة إليها، أستطيع أن أعتني بنفسي. كوني سعيدة يا ساندي، وفكري بي من حين لآخر، وحاولي أن تتذكري كل أوقاتنا الجيدة معا. شعرت ساندي بقشعريرة تمر بجسدها. كانت لورين تتحدث بغرابة وهي قد تعرضت لحادثين سيئين على مدى السنوات الماضية. مرة كسر فيها ساقها ومرة أخرى ذراعها. كانت قد ذهبت إلى المستشفى لتراها، لكن باري كان يرفض دائما السماح للورين بالحديث عن كيف أصيبت. اهتمي بنفسك أرجوك، أنت كنت تتعرضين للحوادث بكثرة في الآونة الأخيرة. تجمدت لورين مكانها. ليس بعد الآن. على أي حال، أنا أمارس القفز بالمظلات بحذر، أنا لست انتحارية. أخبرتها برقة، أنا لن أقتل نفسي بسبب رأي جاي السيء بي. جاي لن يرغب بأن تتعرضي لأي أذى، قالت ذلك ساندي بلطف. بالطبع لا، ردت لورين بسخرية. والآن عودي إلى منزلك، أنا أقدر وجودك معي، كنت بحاجة إليك. لقد أتت جاي معي باختياره، قالت ساندي بضيق. لم أطلب منه أن أظلمت عيون لورين بألم. لقد أتى ليجعلني أدفع ثمن إساءتي لباري، إنه دائما يحاول العثور على طريقة لإيلامي. أنت تعرفين لماذا لا يسمح جاي لأي شخص بالاقتراب منه، قالت ساندي بهدوء. لقد كانت والدتنا أصغر سنا بكثير من أبي، وهربت مع رجل آخر عندما كنت مجرد طفلة. وقد تحطم أبي بعد رحيلها، وغذى عدم ثقة جاي بالنساء، لذا جاي لا يريد الزواج أبدا، خصوصا وأنت تصغرينه كثيرا. لقد لاحظت هذا، لقد تغير بعد زواجك وأصبح غريبا حقا، وبعد أن عاد من زيارتك أنت وباري لم يعد يحتمل الحديث عنك. أنا لا أعلم لماذا، فأنا لم أفعل أي شيء له، ردت لورين بتعب. كان يعلم أن باري يريد الزواج مني، وكان يعتقد أنني أسعى وراء المال، لكنه لم يحاول قط أن يوقفنا. لم ترد ساندي على كلامها وغيرت الموضوع. أرسلي لي بطاقة بريدية حيثما تذهبين، ويمكننا أن نلتقي في مكان ما لنتناول طعام الغداء. بالطبع،
اختلست لورين نظرة لساندي. بطاقة عيدي ميلادي، هل أدهشتك؟ سألتها ساندي بخفة. كان قد رأى صورة لك وباري في جريدة جاكوسفيل وأصبح هادئا جدا بعدها. كنت تبدين كئيبة وضعيفة ولا تبتسمين في الصورة. تذكرت لورين الصورة، كان في حفل للجمعيات الخيرية وكان باري قد شرب أكثر بكثير من المعتاد. ثم تذكرت جاي أن عيد ميلادك قد اقترب واختار بطاقة وأرسلها لك. وبالنسبة لرجل يكرهك هذا تناقض مذهل، أليس كذلك؟ تساءلت لورين عن دوافع جاي، هل كان يعرف كم كان باري غيورا منه؟ هل فعل ذلك لإحداث مشكلة؟ لم تستطع تحمل التفكير في ذلك، فتلك البطاقة هي التي أثارت غضب باري. هل مر على تلك الليلة أسبوع فقط؟ تجمدت لورين عقليا وهي تعانق ساندي، وظلت تراقبها من النافذة حتى ابتعدت سيارتها عن المكان، ثم رفعت سماعة الهاتف. مرحبا راندي، قالت بصوت مشرق، متى موعد القفزة القادمة؟ غدا. حسنا، سأشترك بها. لا، أنا لا أخاف من العواصف، أنا سأكون في المطار عند 8. ثم وضعت سماعة الهاتف وذهبت للتأكد من سلامة زي القفز بالمظلات الذي استعارته. هي لن تفكر في الخروج من المنزل في الوقت الحالي. بعد ظهر الغد سيكون موعدا جيدا للبدء بالبحث عن شقة ووظيفة. في يوم القفز كان الطقس ملبدا بالغيوم، ولكن ليس بما يكفي لإلغاء الرحلة. كان القفز من الطائرة مبهجا، وكانت لورين تحب دائما ذلك الشعور واندفاع الأدريالين في أوردتها عند مواجهة الخطر. ثم تذكرت فجأة وجه جاي، تنهدت وسحبت الحبال لفتح المظلة. كان هناك اثنان من رفاقها تحتها، ولكن الرياح جعلتها تتحرك في اتجاه آخر لا تريد الذهاب إليه. وعندما نظرت إلى أعلى رأت سحبا عملاقة تقترب وأنار البرق السماء. كان كل ما يمكنها أن تفعله هو إجبار نفسها على التماسك وعدم الشعور بالذعر ومحاولة توجيه المظلة للاتجاه الصحيح، لكنها كانت تتجه نحو مجموعة من كابلات الكهرباء. وبصرخة عاجزة وصوت الرعد يدوي حولها حاولت توجيه جسدها، لكن المظلة العنيدة تجاهلت مقاومتها ومعركتها مع الرياح خاسرة وهي تعرف ذلك، ولكنها لن تستسلم. وأغلقت عينيها وضغطت على أسنانها وحاولت مرة أخرى تغيير الاتجاه. كانت كابلات الكهرباء تقترب منها أكثر فأكثر، وسحبت ساقيها حتى الركبتين ولمست قدميها تقريبا الأسلاك، ولكن الرياح رفعتها ونقلتها بضع بوصات فقط بما يكفي لتجنيبها الهبوط على تلك الكابلات. وتنفست السعداء وكان المأطر قد بدأ في الانهمار. أغلقت عينيها وزفرت براحة. عندما فتحت عينيها مرة أخرى انتبهت للظلام الرهيب من حولها ورأت ما تسبب في خوفها في ألا تراه قبل دقائق. كان تحتها غابة من أشجار الصنوبر الحادة ولم يكن هناك مكان للهبوط على الأرض. كانت الأشجار في كل مكان، ماذا لو هبطت على قمتها الحادة؟ هل ستتحمل وزنها أو هل ستكون لا تزال معلقة هناك عندما تصل الثلوج؟ كانت الفكرة ستكون مسلية، ولكنها الآن عازمة على البقاء على قيد الحياة ولا تستطيع أن تضحك. لم يكن هناك فائدة من محاولة تغيير الاتجاه، ورأت البرق يضرب واحدة من الأشجار والدخان يتصاعد منها، وفكرت أن هذا ما كان ينقصها، وسمحت لنفسها بتخيل وجه جاي ريغان عندما يعلم بما حدث لها. كانت الأشجار تقترب بشدة، وكان يمكنها أن ترى الفروع الآن، وسمحت لجسدها بالاسترخاء. إذا كان السقوط لن يقضي عليها، فالبرق سيفعل على الأرجح. هي لم تكن تحاول الانتحار على الرغم من أن الناس ربما ستظن ذلك. كانت تريد فقط الشعور بالحرية في السماء في حين تحاول التعامل مع ما عليها مواجهته. كانت تريد أن تنسى اتهامات جاي والطريقة الباردة التي كان ينظر بها إليها. هل ضمها إليه بدافع الشفقة أم شيء آخر؟ هي لن تعرف هذا الآن. وأغلقت عينيها وهي تتذكر قبلته منذ سنوات، وكان آخر شيء فكرت به هو أنها ربما يمكنها الآن أن تنسى الرجل الوحيد الذي أحبته، وربما بعد رحيلها يمكنه أن يغفر لها كل شيء ظن أنها قامت به. الصدمة كانت مفاجأة ودون ألم، وشعرت بخشونة الأوراق والفروع، ثم شعرت بضربة قوية على رأسها، ثم أحاط الظلام بعقلها وغابت عن الوعي.